ما هو الدهر؟ وهل حب الدنيا حرام كقولنا خداعة وما أشبه ذلك؟ الدهر هو الليل والنهار الذي يتكون منهم الأسابيع والأشهر والسنين، هذا هو الدهر. الزمان الذي يمر بالناس هذا هو الدهر، الليل والنهار وأسابيع وشهور وسنين، هذا هو الدهر. ولا يجوز سب الدهر للنهي عن ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في الحديث الآخر يقول الله سبحانه وتعالى يمين ابن آدم تسبوا الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار، لأن الذي يجري هذه الأمور وهذه الحوادث هو الله سبحانه وتعالى، وليس بالليل والنهار فيها تصرف، وإنما الليل والنهار مسخرة لمصالح العباد، وهي ظروف لما يجري فيها من الخير والشر، والذي قدر هذا وخلقه هو الله سبحانه وتعالى ولم يخلق الدهر. فيكون من سب الدهر إنما سب الخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أحدث هذه الأمور التي تجري على الناس من خير أو شر بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. إذا من سب الدنيا ليس كمن سب الدهر، الدنيا هي الدهر، الدنيا أو الدهر أو الزمان أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، كل هذا من الدهر.